حياكم الله. نظمت نساء في مديرية السبعين وقفة احتجاجية أمام ملحقية العدوان السعودي للمطالبة المجتمع الدولي بوقف الحرب البربرية وفك الحصار عن الشعب اليمني. وقفات احتجاجية متوالية مرددة بالعدوان السعودي على اليمن منذ 128 يوما الذي حصد أرواح الكثير من المدنيين. هذه المرة وقفة احتجاجية نظمتها النساء بمديرية السبعين أمام الملحقية الثقافية السعودية في حي عطان بالعاصمة صنعاء للمطالبة بوقف الحرب السعودية التي دمرت كل شيء في اليمن. خرجنا هذا الوقفة الاحتجاجية ضد العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على اليمن، وكذلك نوصل رسالتنا للأمم المتحدة. نحن نساء اليمن يجب علينا أن نفهموا أن نحن عارفين بأعمالهم الغاشمة وأشكالها. المرأة اليمنية تجسد أروع صور التضحية والصمود الأسطوري في وجه عدوان غاشم لا يعرف معنى الإنسانية، إذ أكدت استعدادها للدفاع عن الوطن وسيادة أراضيه ضد عدوان آل سعود وتحالفهم. اليمن غالي علينا ودماءنا رخيصة لأجل اليمن، ولن نرضى بأنها والله لا يرون حيث يكرهوا رجالا ونساء وأطفالا، وبلدنا اليمن غالي عزيز علينا. لماذا هذا الخذلان لنا؟ ألم تعلمن يا نساء العالم من هي المرأة اليمنية؟ ألم تعلمن يا نساء العالم العربي الإسلامي أنها لن تتخلى عنكن في أي ظرف؟ لأنها وبكل بساطة ما زال الدم العربي الإسلامي يجري في دمها. المحتجات استنكرن التضليل الإعلامي تجاه جرائم العدوان السعودي في اليمن، معتبرات ذلك إجراما آخر يقتل المدنيين يوما بعد يوم. أنا أقدم رسالتي لا سالم سلمان، إن إحنا نخرج بدمائنا ولحومنا وأولادنا، ندفع عن شرفنا وبلدنا. دعوة القوى إلى توحيد الصف والعودة إلى التحاور بدل التناحر، والتحية للجيش المسنود باللجان الشعبية ومناشدة المجتمع الدولي إنقاذ اليمن، أبرز ما تضمنه بيان النساء السبعين في وقفتهن الاحتجاجية. مختار الخطيب، اليمن اليوم. يعاني سكان العاصمة من ارتفاع